بمعنى اذهب باللهجات العراقية. روح. غيري. امشي. من أشهر آثار البابليين الموجودة حالياً؟ بوابة عشتار. في الرياضيات اذكر نوع من الزوايا. زاوية 90. حيوان من فصيلة الكلبيات. الكلب. أماكن في الجسم نضع عليها الحلي. إذن. غيري. أصابع. شكراً. شكراً شكراً شكراً. خلي نشوف إجاباتك. يراد لك 10 نقاط. العشر نقاط أنا أخاف منها. لأنه لربما أكو فد نقرة فد حفرة ونوقع بيها. ها؟ إن شاء الله ماكو. أكو ناس يعني 5-6 درجات وقفوا ترى. أكو عائلة 197 ما أخذوا 3 نقاط ما أخذوها. هسه 10 نقاط يا رب إذا خاف تجي 9 وصير 199. خلي نشوف. وكل إذن خلي نسمع. يلا. يا سلام. لو قايل العين لأنه العين يخلون عليها. شنو حط؟ ها؟ شنو حط؟ تراجي. الخشم. إيه. الإذن. لا. الشفاء طبعاً يخلون بالإذن هذا. بالأصابع الحابس. السؤال الخامس يقول أماكن في الجسم نضع عليها الحلي. 26 نقطة أخذ أستاذ جليل على الإذن. أنت قلت الأصابع. لو قايل الرقبة. الرقبة. القدم. الحجل. الإيد. الله أكبر. هذا السوار. يعني الأصابع خفيفة قليلة بس لا تجيب لك درجات قليلة. أعتقد راح تجيب درجات قليلة. لا لا. أعتقد أقل من 9. أنا ما أدري إنه حتى أربح. استاذ جليل تراهنت انا على 10 مليون. لا ما يربحون. خلينا نشوف. يا الله شو تقولون؟ شو تقولون؟ نربح. يلا يا ابا كمبيوتر يلا نربح. انطينا الرقم رجاء. 10 10. يا الله يا رب يا رب. انا برتنيو لا تنسى عشان انا الرقم يا الله 22 صار 212. يعني 2-2-2-1-2. يا سلام. يعني انا خسرت ما اخسر. تفضلوا. تفضلوا ارجين. واذا نقول مبروك لعائله ال ابراهيم استحقوا الجائزه لأنه أجابوا على الأسئلة بسرعة اللي كانت سريعة فعلاً ومهمة. فنقول ألف 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 مبروك لعائلة آل إبراهيم. 10 مليون دينار عراقي. توني وينك يا توني؟ توني 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 وينك توني؟ توني وينك توني؟ توني وينك؟ الله الله يا توني. الله 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 الله. 10 مليون دينار عراقي جائزة قيمتها الاعتبارية والمعنوية أعلى من قيمتها المادية. شكرا لعائلة إبراهيم وشكرا لقناة MBC على هذا البرنامج الذي جمع العائلات العراقية في برنامج به روح رياضية ووطنية واجتماعية وثقافية. شكرا جزيلا. وتفضلي هاي 10 مليون وممنونين. وشكرا جزيلا.